صباح الخير أو مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية، وإن شاء الله خير بإذن الله إن شاء الله. يعني طيب نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان. دي طاقتك يا برج الحوت، أنت حاليا زي ما تكون بتفكر تبدأ شيء جديد، بتفكر تبدأ حياة جديدة، بتفكر تبدأ مشروع مثلا، أي شيء، ومحتار ما بين أمرين. هنشوف كده اللي بعديها. انت الظاهر كده خارج من علاقة فيها انفصال، ويعني محوط على مشاعرك بطريقة يعني جامد قوي، ولميت يعني كل اللي فاضلك، وبدأت ان انت تشوف بقى طريقك قدام ايه. ده من الاخر يعني، اوكي. ولو اعتبرنا دي طاقة الحبيب، فالحبيب بيراقبك، وبيراقبك مراقبة جامدة قوي. يعني ممكن تكون مش ملاحظه لانه مخبي نفسه، بص عاطف نفسه كده، بس كان في انفصال، وانفصال قاسي شوية، يعني تألمت شوية برج الحوت. طيب نشوف بقى الحبيب اللي بيراقب ده مشاعره ايه، مشاعرك، شايفك ازاي، شايفه ازاي. الله 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 الله. في واحد شايف ده، التاني شايف كده. طيب نشوف هنا ناوي على ايه، او ناوي ايه الخطوة اللي ياخدها، وانت ناوي على ايه. الله الله، برج الجوزاء ظاهر لنا بوضوح، يعني بيقول لنا انا مسيطر هنا. طيب العلاقة دي هو شايفها هتبقى عاملة ازاي، اوكي، او شايف ان الخطوة دي هتؤدي الى ايه يعني في الاخر، اوكي، عشان تبقى يعني نبقى مع بعض يعني. طيب انت شايف العلاقة دي ازاي، ونصيحة في الاخر. طيب مبدئيا كده برج الحوت، الشريك زي ما يكون كان في عزلة، اوكي، لان انا عندي هنا كارت ذا هيرميت لو بتتعامل مع برج العذراء، وعندي هنا برج السرطان كمان. انا هقول الابراج كده واحنا ماشيين بالترتيب، عشان الناس اللي بتسالني ما قلتيش الابراج، ما قلتيش كذا، ومش لازم الابراج، يعني ممكن يكون برج وميزان بس طالع جوزاء، عشان نبقى فاهمين يعني، لان دي طاقه، هي طاقه مش اكتر. طيب طبعا ده كارت برج السرطان، ده شخص فجأة كده، فجأة بدون اي مقدمات، فاق من غيبوبة تقريبا، كان نايم فيها ولا حاجة، وعايز ياخد قرار، عايز ياخد قرار، ومحتار ما بين القرار ده والقرار ده. ده شخص طبعا الكارت العربة، محتار ما بين قرارين، يعني يخش يمين ولا يخش شمال. طبعا الابيض والاسود باينين اهم. في مقابل ان انت مشاعرك اذا صام، انت ممكن تكون مش مشاعرك حلوة بالنسبة له. انا لما بقول هنا مشاعر الشريك، ممكن تكون مش بالنسبه لك انت، ممكن تكون مشاعره حاليا عموما يعني، تمام. فهو حاليا محتار، اوكي، انما انت شكلك زي ما قلت لك، انت عايز تبتدي يعني شيء جديد. مشاعرك مش عارفه اجيبها لك ازاي برج الحوت، انت اتشفيت بالظبط كده، انت اتشفيت، لان ذا صام بيجي بعد دايما ضيقه، بيجي بعد خنقه، بيجي بعد قرف، بعد بكاء، بعد اي حاجه بقى، عموما اي حاجه وحشه. فانت مشاعرك مزهزهه. السجاجيد كده ليله العيد لما بنغسلها بتبقى مزهزهه، هي كده بالحرف. وانا لسه عامل يعني توضيحات، هقول لك هو عايز ايه هنا. فخلينا نشيل الكروت بتاعتنا اللي هنا، دي هي، ونشوف العربه، كانت العربه شات. هو الظاهر كده والله اعلم انه محتار فعلا. لا 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 يا برج الحوت، لا لا لا، انت عملت ايه في الشريك يا برج الحوت؟ ده فاق فعلا بعد غيبوبه، ده الظاهر ان هو قام من النوم كده دور عليك ما لقكش، قال يا نهار ازرق هو راح فين؟ بس برج الحوت ما اقولكمش، بنختفي مره واحده مره واحده كده، ما بنديش سابق انذار بالظبط حرفيا كده. فقام من النوم الصبح كده، قال الله هو راح فين؟ فطب ايه ده؟ ايه راحت فين، ولا هو راح فين؟ طب ما ادور عليه، طب مش عارف ايه. ممكن يكون الشخص ده ما كانش مبين لك مشاعره خالص نهائي، وكان مبين لك بس الوش ده، لان انت شايفه كينج اوف سوردز. كينج اوف سوردز شخص مخبي مشاعره، شخص ماسك سيفه على اي حاجه وبيتلكك، وممكن يكون كان بيطنشك، تبعت له مسج ما يردش،
تكلمه ما يردش، يكلمك بمزاجه ويخلص الكلام بمزاجه، وانا ابتدي بمزاجي وادخل شخص من الاخر كده عنيف بيصد، لانه ماسك على مشاعره، فهو ماسك على مشاعره. ولكن حاليا هو عايز يجي، عايز يجي يقدم لك الاس اوف كابس. او ماي جاد، او ماي جاد، ده بيحبك قوي، بحبك قوي قوي برج الحوت، يعني مش هزار، ده عايز بجد، يعني عايز بداية جديدة، عايز بداية حقيقية.